أخبار اليوم. انتهي هذه الأطفال جميعا. أعرف أنتم تقولوا هذه كل شيء. مشاركتي في احتفال توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة الكين الصينية. وهي أخطر وأعرف وأهم الجامعات الصينية. والحقيقة إن الجامعة هي فيها أكثر من 22 معهد ومركز بحثي متميز بالفعل. واسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم تحيات عالية للأستاذ الدكتور أشرف الشيخي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي كان يتمنى أن يكون موجود معكم اليوم لولا وجوده الآن في اجتماع مجلس الوزراء. الحقيقة يجمع بين مصر وبين الصين حضارة عظيمة وتاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، وللدولتين ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متشابهة منذ قديم الأزل، وقد ساعد المشروع الخاص بحزام واحد وطريق واحد الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعميق العلاقات بين الصين ومصر وايضا بين الصين وقاره افريقيا. ومثل هذه الظروف الدوليه الجديده اصبح التعاون بين مصر والصين امرا حتميا، حيث اصبح من الضروري ان يعكس الطرفان على وجه الشارع وان يجتهدا من اجل تحقيق التعاون وتقويته على كافة الأصعدة. وإن هذا الاحتفال احتفال اليوم لقاء اليوم هو خير مثال على ذلك مع تمنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية الصينية. وكل التوفيق والتقدم والرقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.